فبعث الله غرابا مع حسن شاهين والدكتور سعيد حنتوش. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي في كل مكان، نحن الآن في الحلقة رقم 26 من برنامج فبعث الله غرابا مع أخي وحبيبي الدكتور سعيد حنتوش، دكتوراه في الغربان من جامعة الملك عبد العزيز كلية العلوم. نحن الآن يا دكتور، بالمناسبة يا إخوة، هتلقوا في التويتر هاشتاج اسمه فبعث الله غرابا، في معلومات مفيدة جدا عن الغربان تدعم البرنامج. دكتور سعيد، في الحلقة رقم 26 نقول حاجة مرة مهمة، أنا شايفك كاتبها في الورقة: الذكاء عند الغراب. طبعا هذا أكثر شيء مشهور فيه الغراب، ذكي ذكي وذكي جدا، وفي مقاطع كثير جدا إن شاء الله زي ما قلنا تحت الهاشتاج هذا هنحطها وتبين ذكاء الغراب، يعني ما يختلف عليه اثنين. الله أكبر، ما فيها مناقشة يعني. لا 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 لا، وأبحاث علماء طبعا، وأقول لك مقاطع موجودة حتشوف الغراب وهو كيف استخدم ذكاؤه في قراءة الموقف بصورة عجيبة. أنا يا دكتور سعيد شفت فيديو، والله يمكن أنت أرسلت اللي هو الواحد تاني يفتح علبة موية ويشرب منها، الغراب يجي على علبة موية صحة قارورة بالضبط، ويخبطها يخبطها يخبطها يخبطها، يفك الغطاء حقها، فك الغطاء وشرب منها. أنت شفت الفيديو هذا؟ ايوه، هذا من ضمن الاشياء موجوده عندك. ايوه، ولكن احنا نبغى نسال نفسنا ايش اللي ممكن نتعلمه كبشر من الغراب. كثير، فاحنا نبغى نتعلم الذكاء. ممكن البعض يجي يسال يقول لك هو الذكاء ممكن احنا نتعلمه؟ صح، انا حسالك، هو هل ممكن الذكاء نتعلمه؟ طبعا، لانه في عندك اول وزير للذكاء اللي هو ماتشادو، هذا في فنزويلا. طبعا هو راح عدة دول، أرسلوا رئيس فنزويلا علشان يقرأ الموجود في الدول هذه إيش عندها، ليش متقدمة، ورجع بحقيقة علمية قال له إحنا ممكن إننا نصنع الذكاء. نصنع؟ فخلاه وزير للذكاء وجلس وزير 6 سنوات. ده هو أول مرة واحد يصير وزير للذكاء. إيوه، يعني هذا الذكاء أنت ممكن أنك أنت تعلمه للأبناء للأجيال. دكتور سعيد، الذكاء حاجة فطرية، كيف تعلمه؟ تعلم واحد تقول أبغاك تصير ذكي؟ تتوقع يعني كده ممكن؟ لا، هذا بالتجربة موجود. هو عمل على تنمية الذكاء اللغوي والحركي والرياضي الموسيقي الاجتماعي، أنواع الذكاء كمان عندك التواصلي، وهذا هو المقصود بتعليم الذكاء، يعني تعليم التفكير. وقف، تعليم التفكير. التفكير، هل أنا اسمح لي حكتبها في ورقة، يمكن في يوم من الأيام أعمل لها برنامج والله يا. تعليم التفكير، أنا كتبتها في ورقة مستقلة، لعلنا يوم نعملها من هذه الإذاعة الرائعة ألف ألف إف إم. نحن بنتوقف هنا، نكمل في الحلقة الجاية. الموضوع مرة أصبح طيب. خطير وجميل. حبايبي في كل مكان، دمتم بخير وفي أمان الله.